إن ما حدث في العهود الماضية كان فيه تقييد للحرية التي خلق الله الناس عليها، فقد كانت القيود تخنق عقول الناس وتمنعها من التحليق في عالم الإبداع وفصول الاختلاف وعالم الرأي. وإني أليت على نفسي أن أسمح للناس جميعا أن يخوضوا في كل مسألة للعقل فيها نصيب، اللهم إلا ملحدا يجاهر بالمعاداة لله سبحانه وتعالى. ولكن ألا يغضب هذا من لا يرون للعقل دورا واعتمدوا في دينهم على النقل فحسب، فضلوا في فهم النصوص وأضلوا بغير علم، بل زادوا الطين بلة، فرموا بالبدعة كل من لم يأخذ برأيهم تحت دثار يسمونه أهل السنة والجماعة، فلا سنة أقاموا ولا جماعة أبقوا. سأحرص على ألا يتعرض أحد من هؤلاء الذين تتحدث عنهم لأي مسلم بعد اليوم. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين، وجزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. أيها الفتى الشقيق، أعطنيه عنك يا أحمد، فإنه لا يدعك ترتاح. دعيه يا عباس، فقل ما أراه. كان الله في عونك، لا أدري متى ترتاح، في النهار مع طلابك وفي الليل في صلاتك. هذا من فضل الله علينا يا عباس، فما خطوت خطوة إلا كتب لك مثل أجري، فقد تحملت مني الكثير وما رأيت منك إلا الصبر الجميل. أيها الإخوة، إن كل ما نقول به لا يتعدى تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. أنوسم بالخطأ لأننا ننزه الله سبحانه وتعالى عما يقوله الأدعياء الضالون؟ وقولنا إن القرآن مخلوق مؤيد بالأدلة والبراهين، أما إنكار العوام ذلك فأوهن من أن يدعمه دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ من تقصد بالعوام أيها الجاهل؟ تقصد بهم شيوخ بغداد وعلماءها؟ لقد أضلتكم عقولكم وأوردتكم حياض البدعة والمبتدعة. من تقصد بالمبتدعة أيها الأحمق؟ غفر الله لك وهداك إلى الحق. المبتدعة هم من ملأوا صحن عقلك هذا بالشبهات لتثير بين الناس الفتنة فتفسد عليهم دينهم ودنياهم. أمسك عليك لسانك أيها الضال المضل، وإياك أن تذكر مشايخي بسوء يا ربيب الجهالة والضلال. هيا انصرف، ولا تنجس مساجدنا بفساد عقائدك وضلال مذاهبك. اذهب هداك الله، اذهب. اهدأ يا أبا النصر، اهدأ، إنهم أقل من أن تبخع نفسك على أثارهم. ملأوا الهواء بسمومهم، حتى مساجد الرحمن لم تسلم من بدعهم. إلى هذا الحد وصلت وقاحة أهل البدع، كل هذا بسبب تساهل المعمور. اهدأ يا أبا النصر. لأبي عبد الرحمن الفضل أن شرفني برؤية وجه أمير المؤمنين وهداني إلى طريق الحق وخلصني من طريق الضلالة. إذن فللشيخ المريسي مطلق الولاء ونهاية الوفاء منك يا أبا العباس. يا مولاي أعزك الله، إن محبتي لأبي عبد الرحمن كمحبتي لابني لأبي، فإن خرج أبي عن طاعة أمير المؤمنين لم يبق له في قلبي مثقال ذرة من المحبة والوفاء. إن ولائي المطلق لأمير المؤمنين فحسب، ولن يزاحم ذلك الولاء مخلوق. أين ترى نفسك يا أبا العباس؟ لا أراها إلا حيث يراني أمير المؤمنين،
أنا خادمك وعبدك يا مولاي. إن وضعناك في العسس يا أبا العباس ما كنت فاعلا. خلعت عيني فلا أرى إلا بعينيك يا مولاي، وأصممت أذني فلا أسمع إلا ما يريد أمير المؤمنين. سنرى يا أبا العباس حسن العمل بعد أن رأينا حلو الكلام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففيما الصمت إذن على منكر هؤلاء الشرذمة؟ خشية الفتنة يا أبا نصر، لا نريد أن نثير الناس على الخليفة، فربما حدث فساد أكبر مما هو واقع الآن. وهل هناك فساد وظلم أشد مما يقع؟ أن نثير الناس على السلطان حين ننتصر لديننا ضد المبتدعة الذين أطلق لهم الحبل على غاربه؟ أن نثير الناس على السلطان حين لا ننكر عليه وعليهم ما ملأوا به آذان العامة من الكفر والضلال؟ إذا كان الأمر كما تقولون فأهلا بها ونعمت. يبدو أن الخزاعي يغرد خارج السرب، فعلماء بغداد من أهل السنة والجماعة يتحاشون الاصطدام بإخوتنا، لكن الخزاعي له طبع يختلف وجد يدل به على العباسي. كيف؟ كان جده واسمه مالك بن الهيثم من أكبر الدعاة إلى دولة بني العباس، وكان أبوه يغشاه أهل الحديث، وقد بايعوه في سنة 120 للهجرة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد. إذن فهو سليل أسرة عريقة في النزاعات، وله سجل حافل في المطارحات. أجل يا بدر، ولكن جيد أنك استطعت إخراج أحدهم عن صمته، حتى ولو كان أحمد بن نصر الخزاعي. وهذا ما كنا ننتظره منذ زمن. ومن ترك المضمضة والاستنشاق ناسيا حتى صلى ثم تذكر بعد أن فرغ من صلاته، عليه أن يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. ومن تذكر وهو في الصلاة انصرف عنها وتوضأ وتمضمض واستنشق ثم صلى. هي أنت ماذا تفعل؟ أنا يا شيخ. أجل أنت. أكتب ما قلت يا شيخ. امحو ما كتبت عني يرحمك الله. كما تشاء أيها الإمام سأفعل. إخوتي في الله، قلتها لكم سابقا وسأقولها الآن، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، بل خذوا من حيث أخذوا. حسنا أيها الأخوة، سنعيد ما بدأنا به في بداية الدرس. افتحوا قراطيسكم. كل ذلك بسبب جماعتك المعتزلة. أنت تتحامل على إخوتي يا أبا ليث. تحامل عليهم لولا تسلطهم على الحكم وطردهم لكل من لا يدين بأفكارهم لكنت الآن على رأس عملي، ولم أحتج إلى تدريس بضعة رجال لا يفقهون إلا قليلا. المعتزلة لم يتسلطوا على الحكم، بل إن أمير المؤمنين حفظه الله هو الذي قربهم إليه بعد أن أنار الله بصيرته وهداه إلى الحق، ورأى فيهم إخلاصاً ليس لغيرهم. ثم ألا ترى الفرق بين أن يكون المعتزلة في الحكم وبين أن يكون غيرهم؟
نعم رأيت الفرق، طردونا من أعمالنا وجزاكم الله خيرا أن منحتمونا حق الحياة وحق الكلام. ثم من قال إن أهل الحديث قد طاردوكم وغلبوا السلطان عليكم وقلبوا لكم ظهر المجن؟ إن أهل الحديث أوعى من حماقتكم وأعقل من جهالتكم. إن الإمام الشافعي على الرغم من قرابته لهارون الرشيد رحمه الله إلا أنه لم يحرضه يوما عليكم. إذن من الذي أغرى الرشيد وابنه الأمين بالتضييق علينا؟ ربما رأوا أن في انتشار أفكاركم الضالة تفريقا لكلمة المسلمين وإفسادا لدينهم وإشغالهم بما لا ينفع. قل لي بربك، ما خوضكم في عالم الغيب وأنتم لا تدركون عالم الشهادة؟ كفاكم سفها وضلالا يا رجل. ما لي أرى لسانك قد عجز عن الكلام. لا، لم يعجز، ولكن الجدل مع أخي الجهالة لا ينفع. تذكرني بأبيات للشافعي يقول فيها: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. لا بأس عليك يا أبا معن، لولا أن بدرا الكلاعي أخبرني أنك متوعك لما علمت بذلك. الحمد لله على أي حال. الحمد لله. وكيف أنت الآن بعد أن رأك الطبيب؟ الحق أقول لك يا صاحبي أنني أجد نفسي إلى نقصان. الطبيب هو الله سبحانه، ونسأل الله حسن الختام. لا تقل مثل هذا الكلام يا أبا معن، أمتعنا الله بك. إنما عزائي أنني رأيت كيف أعز الله مذهبنا ونصرنا على أهل الكفر والضلالة وأنا حي. كل ذلك لم يكن لولا فضل الله ثم ما بذلته من نصح وإرشاد لابن الأشرس. كلكم محسن يا أبا عبد الرحمن، وأرجو ألا يخيب الله مسعاكم ولا يوغر صدر أمير المؤمنين عليكم، ففوات جناب السلطان ضياع وخذلان. لا تخف، أنا حريص من هذه الناحية. أعرف يا أبا عبد الرحمن أعرف، ولكن في نفسي أمر لا أريد أن أكتمه عنك. قل فداك نفسي. اسمع يا أبا ليث، أنت صديقي وتعرف مكانتك في قلبي، وأعدك بأنني سأكلم الوزير ابن أبي دؤاد كي يعيدك إلى عملك. جد لنفسك عند ابن أبي دؤاد عملا أولا قبل أن تتحنن علي. ما أسمجك أيها الشيخ، ألا فلتعلم أن الوزير ابن أبي دؤاد ألحقني بعمل سأكون خلال أيام على رأسه. على رأس أبي دؤاد؟ وما هو هذا العمل؟ أسند إلي ديوان الحسبة. أحقا ما تقول؟ أجل، كنت أريد إخبارك ولكنك أحسنت استقبالي متذمرا شاكيا. ما رأيك؟ هل أكلم الوزير بشأنك؟ ولكني لست من المنهج، ولست ممن يستسيغ أفكارهم. لا يهم، لا أحد سيسألك عن ذلك إن لم تجاهر بالعداوة لإخوتنا. وما شأني بهم حتى أجاهر بعداوتهم؟ جيد، هذا هو المطلوب. لا تردد ما يقوله الغوغاء عنا ولن يعترض طريقك أحد. وأنا أعدك بأن أكلم الوزير ابن أبي دؤاد في شأنك.
ما هي أحوال الرعية يا أبا العباس؟ إنهم على ما يحب مولاي ويرضى، على أن هناك بعض التذمر يا مولاي. تذمر؟ ومن ماذا التذمر؟ بعض الفقهاء وأهل الحديث خاصة لم يعجبهم أن نجاهر بمعتقداتنا وأرائنا على رؤوس الأشهاد. أي عقول تلك؟ ألا يجدر بهم أن يحمدوا الله على أن أمير المؤمنين سمح لهم بالمجاهرة بمعتقداتهم الفاسدة؟ أيلام صاحب الحق على إظهاره يا أبا العباس وممن؟ ممن هم أقرب إلى الضلالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي، ماذا عن أصحابك المعتزلة؟ إنهم يرفلون في نعمة أمير المؤمنين وينعمون براحة البال، ولا تزيدهم يا مولاي إلا سعيا في دعوتهم ودأبا في نشر عقيدتهم ومذهبهم. لعلهم يتذمرون أيضا. قولك حق يا مولاي، إن رضا الناس غاية لا تدرك. أنا أعلم ما يريدون يا أبا العباس، يريدون مني أن أضيق على الفقهاء وأهل الحديث. إن الأمير أدرى بما يكون وما يجب أن يكون. ماذا تقصد يا أبا العباس؟ ثم أمور تجري لا أطمئن لها، ولكنني سأؤجل نقلها إلى مولاي حتى أتيقن من صحتها. أيجدر بمولاك القلق يا أبا العباس؟ لا أقلق الله راحة مولاي، إنما القلق شأننا. ولكن اعذرني يا مولاي عن الإدلاء بشيء حتى أتيقن من صحته. طيب الله، ما بك؟ أخبرني. لم أقل لكم إنه يبيعكم للمأمون. أعرف أمثال هؤلاء ممن يخفون وراء الابتسامة خبثا زعافا، هؤلاء الذين يسعون وراء الدنيا لا يردعهم دين ولا ضمير. معك حق، معك حق، ليس ذلك ما يشغلني الآن. قل لي ما العمل؟ وتسأل ما العمل؟ من يقف عقبة في طريقنا يستعصل. تقصد بد أن اللصوص قتلوه طمعا في ماله. هؤلاء العيارون يحبون المال حب قارون ويتعطشون للدم كما قابيل. لا أظن ذلك يا ابن أبي دؤاد. إذن ماذا يظن مولاي؟ أظن أنه أمر دبر بليلا يا ابن أبي دؤاد، وأن من أراد قتل أبي العباس إنما أراد أن يقبر معه سرا كبيرا. إن شاء مولاي محصنا الأمر حتى نقف على حقيقته، فنردع مرتكبيه بما يستحق من العقاب. مرني يا أمير المؤمنين. لا يا ابن أبي دهاد، دع الأمور تجري بقدرها. رحم الله أبا العباس، رحل بسره.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما وراءك يا ابن نوح؟ أحسن الله عزاءك في أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. فقد وصلتني الأخبار من مصر أن المنية قد وفت. لك الله يا أبا عبد الله. إن لله وإنا إليه راجعون. يوم صالح، يوم صالح، نحن ذاهبون إن شاء الله. تريدين شيئا؟ أسيخرج معك ولدنا صالح؟ سيصحبني في طريقي إلى حلقة شيخه. لن تفلت إذن من يد أبيك يا صالح، ولن تذهب إلى أي مكان إلا إلى الحلقة. السلام عليكم. في حفظ الله ورعايته. أيها الواثق، إن السنين قد نالت من عمك كما ترى. فداك نفسي يا أمير المؤمنين، إنك أفتى من أن تقول ذلك، وأعلم أنك لو شهرت سيفك الآن لفر منك أبناء المعارك. عمك الآن شيخ هرم مريض متعب. ألا قل لي، ما الأخبار عن أبيك؟ بعثت إلى أبي أخبره عن مرض أمير المؤمنين، وكان الله في عونه إن علم ذلك. حفظك الله يا ابن أخي وأبقى أباك. عشقه للثغور حرمه من أكثر متع الحياة. مولاي، أما زلت تعاني من مرضك؟ إن مرضي يزداد يوما بعد يوم.